الهجوم بالقلعة والوزير محاضرة شطرنج مهمة جدا لترفع مستواك الشطرنج. السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف شطرنج، معكم إياد رضوان. رح نتابع بشرح كتاب يوسوبوف، وصلنا عند الفصل الخامس عشر بعنوان الهجوم بالقلعة والفيل. قبل ما نقرأ المقدمة من فضلك لا تنسى الاشتراك بالقناة والتعليقات الإيجابية، وحط نزر لايك على الفيديو حتى قبل ما تشوفه. هاي هي طرق الدعم، وبالإضافة إلى طرق الدعم المادية مثل الانتساب بالقناة وزر شكرا، وأيضا رابط باي بال ومحفظتي الإلكترونية كلها موجودة بالوصف. رح نتابع بشرح المواقف اللي بتعتمد على الهجوم بالوزير بالفيل والقلعة. طبعا هذا الجزء الثاني من الفيديو، فيك تشوفه وبعدين ترجع تشوف الجزء الأول، ما في مشكلة بالترتيب. فالآن رح نشوف هذا المثال هون النقلة عند اللاعب الأسود. بنلاحظ أنه اللاعب الأسود عنده فيل قوي هون مسكر هاي الخانة، فبالتالي اللاعب الأسود لحتى يحقق الفوز فقط هو محتاج لفتح العمود H والهجوم على الملك، فلذلك كانت نقلته الأولى هي التضحية بالقلعة على الـ H2. أكيد هون اللاعب الأسود لازم يأخذ بالفيل، لأنه إذا أخذ بالملك رح يكون عندنا كوين على الـ H8 وكشمات. طبعا فيك تغطي بالفيل ثم بالوزير، ولكن بالنهاية هي كشمات، فلذلك هون اللاعب الأبيض لازم يأخذ بالفيل. وحسب القاعدة بتقول أنه اللاعب المهاجم لازم يتصرف بأقصى سرعة، لازم نعطي كش بالحصان. طبعا لأنه نقلة الوزير هاي رح تكون بطيئة جدا، لأنك رح تعطي وقت ليتنفس اللاعب الأبيض ويلعب نقلة دفاعية مثل النايت على الـ F3، وطبعا الهجوم بتوقع أنه فشل والأبيض رح يكسب. فإذا هون بدل نقلة الوزير لازم يكون عنا النايت على G5 كش. طبعا الآن إجباري بدك تاخد الحصان، والآن كوين على H8 كش. طبعا هون راح تغطي بالفيل إجباري، وأيضا راح يكون عنا تضحية بالوزير. طبعا الملك راح ياخد الوزير إجباري، والآن القلعة على H8 وكش وهي طبعا كش مات. فيك تغطي بالوزير فقط لتكسب نقلة. فإذا هي وأيضا مثل ما انك شايفون مثال واضح على التعاون بين القلعة والفيل بالهجوم. خلينا نشوف الموقف التالي. هذا الموقف من مباراة مشهورة جدا، وواحدة من أجمل التضحيات بالوزير على مر التاريخ، طبعا على نفس مبدأ تضحية مارشال الشهيرة. طبعا اللاعب الأبيض هون اللاعب الكبير اليخين، فوقف فيديو حاول تلاقي نقلته. طبعا بتوقع أنك عرفتها، النقلة هي كوين على G6 كش، كوين على G6. هلا رح نرجع لها، ولكن إذا شفت نقلة النايت فهي نقلة ممتازة وأيضا رح تكون رابحة. فهون مثلا اذا كشيت، اذا حركت الملك راح يكون عندنا النايت على الاف 6 كش اجباري راح تاخذ، والان القلعه على G3 وطبعا الدور انتهى. كشمات بنقلتين اجباري. فمثلا اذا اكلت الحصان راح ناكل مع كشمات، فاذا نرجع على الجيم، فلذلك هون ما راح تقدر تحرك الملك اذا اكلت بهذا البيدق. ايضا راح يكون عندنا الروك على H3 كش، الملك اجباري على G8، والان راح ناخذ بيدق جي بي الوزير. طبعا هذا البيدق مربوط فما راح تقدر تاخذ، وما في اي حل للكشمات بالوزير. فإذا هون اللاعب الأسود مجبر أنه ياخذ بالبيدق F حصرا، فهون رح ناخذ بيدق بالوزير. طبعا إذا أخذ الوزير رح نعطي كش، وهي هي الفكرة، التعاون بين القلعة والفيل. فإذا هون ما فينا ناخذ بالوزير، وطبعا في عنا تهديد بكش مات، فلذلك اللاعب الأسود مجبر أنه ياخذ الحصان بالقلعة. هون رح تجي القلعة على H3، وأيضا بدنا تهديد بكش مات. أكيد هذا البيدق ما في ياخذ الوزير لأنه مربوط. طبعا هاي الكشمات ما الى اي حل. H6 مثلا رح ناخذ، رح ياخذ، والان كشمات. فاذا بنرجع على الموقف من اوله، فقلنا انه نقلة الحصان هون ممتازة، ولكن اللاعب اليخين هون لعب الوزير. طبعا اذا بتاخذ الوزير بالبيدق H رح يكون في عنا كشمات. طبعا اللاعب الابيض هون مهدد انه ياخذ هذا البيدق بكشمات، فاذا بتقرر انك ما تاخذ، ما تقبل التضحيه وتلعب القلعه، ايضا راح يكون عندنا تضحيه ثانيه بالوزير من ال H7، فراح ياخذ، والان ايضا راح يكون في عندنا كشمات، فانت مجبر انك تاخذ الوزير، فبالتالي ما عندك خيار غير انك تاخذ بالبيدق F. فهون راح ناخذ بالحصان مع كش، طبعا اجباري راح تاخذ الحصان، وشفنا هذا الموقف من شوي، كشمات بالقلعه بمساعدة الفيل.
خلينا نشوف الموقف الأخير، وهو موقف جميل جدا من مباريات تال. فهذا هو الموقف الأخير. هون تال كان بالأبيض وتقريبا الموقف متعادل، ولكن اللاعب الأسود هون ارتكب غلط قاتل وعم يلعب تكتيك ضد مين؟ ضد تال، فراح مضحي بالقلعة على السي 3. طبعا التضحية قد تبدو للوهلة الأولى أنها تضحية منطقية. ليش؟ لأنه كون أنت ما رح تقدر تأخذ القلعة إذا أخذتها بالبيدق، أكيد الوزير غير محمي، وإذا أخذتها بالوزير يعني الوزير مكلف بحماية هاي الخانة لا تنزل القلعة، لأنه رح يكون عنا ضعف صف ثامن، هون رح يكون في عنا كش مات، فالوزير ما رح يحسن. طبعا لو كان الوزير مكانه بتجي القلعة بتغطي عادي، فلذلك أيضا الوزير ما رح يقدر ياخذ القلعة. هون أكيد لاعب الأسود مثلا بالنقلة الأولى ما رح يقدر يعطي كيش، لأنه رح نغطي به القلعة، هاي هي الفكرة. فإذا الوزير ما رح يقدر ياخذ القلعة، فعلى ما يبدو أنه الفكرة منطقية، ولكن حقيقة هاي القلعة تركت الصف الأخير بدون حماية، فهون القلعة على الدي 8 كيش. طبعا الفيل على الاي 8، والان نقلة قوية الفيل على الاي 4. طبعا نرجع شوي هون، بدل الكيش اذا لعبت الفيل على الاي 4 ايضا نقلة جيدة، ويعني هي نفس الخط ولكن فقط بالترتيب. هون اذا اكل الوزير راح نعطي كيش، راح يغطي بالفيل اجباري، والان الفيل على الاتش 6. طبعا بدنا كيش مات هون لا تحل. طبعا لاحظ عندك وزير وقلعة، ولكن ما عم يقدروا يعملوا شيء، بيقدروا يعطوا كشة واحدة فقط، ولكن ملك راح يهرب وبعدين ما في اي شيء. فهي الفكرة، الفكرة هون انه نقلة الفيل بالاول ايضا بتشتغل. فاذا هون تال عطى كيش، فاجباري راح يغطي بالفيل، والان الفيل على الاف 4. طبعا بدنا هذا التهديد، وهيك رح يكون عنا كيش مات. طبعا شفنا الفكرة انه اذا اكل الفيل رح يكون في عنا الفيل على الاتش 6 ولا تحل. فهون ضل عنا خيار تاني، اذا ما بنقدر ناخد الوزير نلعب الكوين على الدي 5. طبعا الفكرة انك اذا جيت لهون رح ناكل القلعة الان، ورح تكون افضلية للاعب الاسود، ولكن حقيقة تال هون رح ياكل الوزير، وايضا اذا اخذنا الوزير هون يعني اللاعب الأسود رح ياخذ الوزير، والوضع أيضا لصالح اللاعب الأسود. ولكن هون تال يعني أخذ الفيل بالأول مع كيش، طبعا الملك رح ياخذ القلعة، والآن رح ناخذ القلعة، وأفضلية كبيرة للاعب الأبيض، صار عنا فيل زيادة، فهون استسلم اللاعب الأسود. طبعا يعني أهم ما في الموضوع هون حسب موضوع الفيديو هو التعاون بين القلعة والفيل. فهذا كان الفيديو لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا لنستمر بتقديم هالمحتوى. شكرا للمتابعة، نلتقي مجددا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.